السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المقطع الثاني من مقاطع الفيديو ضمن سلسلة مقاطع الفيديو التعليمية في مجموعة طب الأسنان مباشر Dentistry Online. سنتحدث اليوم عن موضوع مهم يهم كل أطباء الأسنان ضمن مجال علاج الجذور، وهو ما يسمى Extra Oral Examination أو الفحص خارج الفموي. ما هي الخطوة الأولى في عملية التشخيص؟ كما نعلم أن الطبيب أن المريض يدخل إلى عيادة طبيب الأسنان، ما الواجب على طبيب الأسنان في مجرد دخول المريض العيادة؟ Basic diagnostic protocol suggests that a clinician observe patients as they enter the operatory. يعني واجب علينا نحن كأطباء أسنان أن نلاحظ المريض من دخوله الأول إلى العيادة. ما الأشياء التي يمكن أن ألاحظها أنا كطبيب أسنان؟ يمكن أن ألاحظ ما يسمى signs of facial asymmetry، أي عدم التناظر الوجهي. ما الأشياء التي تقود إلى عدم التناظر الوجهي؟ هناك ما يسمى facial swelling. Facial swelling قد يكون unilateral وحيد الجانب، وقد يكون bilateral أي ثنائي الجانب. الآن ما أهمية كل واحد من النوعين السابقين؟ التورم أو الانتباج وحيد الجانب غالبا يكون odontogenic infection، في حين أن التورمات أو السويلينج البايلاترال سويلينج غالبا يكون إما شيء طبيعي أو علامة لمرض عام. كيف نقرر إذا كان هناك فعلا هذه الضخامة أو هذا عدم التناظر سببه odontogenic infection أو سببه عظمي مثلا؟ يجب أن نقوم بما يسمى visual examination، الفحص العياني، مرفوقا مع ما يسمى palpation أي اختبار الجس باستخدام إصبع اليد. Palpation allows the clinician to determine whether the swelling is localized or diffuse. كخطوة أولى يفيدنا موضوع الجس الإصبعي أو الجس في تحديد فيما إذا كان هذا التورم localized موضع or diffuse منتشر كخطوة أولى، ويفيدنا أيضا في تحديد فيما إذا كان هذا قاسي ثابت or firm or fluctuant أي متموج. لا ننسى أن نقوم بما يسمى palpation of the cervical and submandibular lymph nodes أي جس العقد اللمفية الموجودة في العنق والموجودة تحت الفك السفلي. تعتبر هذه العملية integral part of the examination protocol أي جزء مكمل، جزء أساسي ضروري في عملية التشخيص. الآن ما الفرق بين ضخامة العقد اللمفية أو ما يسمى lymph node swelling في حالات الانفكشن وفي الحالات الأخرى؟ ما يهمنا نحن في مجال الانتباجات المترافقة مع odontogenic infection أن العقد تكون firm ثابتة، tender حساسة أو مؤلمة، مترافقة مع elevated temperature أي ارتفاع في درجة الحرارة. لا ننسى أن دائما أن جزء من الديفرنشال دايجنوسيس في هذه الحالات هو نون odontogenic swelling أو swellings of نون odontogenic origin أي الضخامات من منشأ خارجي لا سني، أي الضخامات أو التورمات الناجمة عن أسباب غير سنية. في هذه الصور نشاهد هنا في الصورة اليسارية نشاهد انتباج في ما يسمى canine space أو مسافة الكينين قد امتدت لتغطي العين اليسرى. في هذه الصورة نلاحظ ضخامة أيضا في الشفة العلوية، غياب ما يسمى النيزوليبيال فولد أو طي الأنفية الشفوية كما هنا واضحة هنا غير واضحة، وهذه الحالات كما قلنا أنها مشاكل نابية أو ما يسمى canine space infection. هل تؤدي الماكسيلاري سنترال انسايزرز إلى نفس هذا المظهر؟ نعم، في حالات بسيطة عندما تكون الماكسيلاري سنترال انسايزرز لونج، عندما تكون اكستريملي لونج أي طويلة بشكل كبير يمكن أن تؤدي إلى هذه المشكلة. في الحالات العامة ما الذي يحدث هو في حالات الماكسيلاري سنترال انسايزرز انفكشن يحدث لدينا ضخامة في الشفة العلوية، وهنا مشكلة في
base of the nose أو قاعدة الأنف. هناك ما يسمى buccal infection أو الإنتانات الدهليزية أو الشدقية. هذه الإنتانات قد تكون ناجمة إما عن الأسنان العلوية أو عن الأسنان السفلية. شرط حدوث هذه الإنتانات الخارج فموية extraoral swelling أن تكون abscess of the tooth in upper jaw or lower jaw. In upper jaw يجب أن تكون abscess أو ما هي يسمى ذرة الأسنان أعلى من attachment of buccinator muscle، على حين في lower jaw يجب أن تكون ذرة الأسنان أو abscess أدنى من مستوى الباكسيناتور اتاشمنت مع الماندبل. ما هي الأسنان التي تسبب هذه المشكلة؟ نلاحظ في هذه الصورة أن السكند بريم لور سكند بريم مولر أو ماندبلر سكند بريم مولر قد سبب هذا التورم. الحقيقة التي يجب أن نذكرها أن الأسنان التي تسبب في مثل هذا النوع من التورمات أو السويلينج هي الماكسيلاري بريمولرز، ماكسيلاري مولرز، mandibular premolars and first lower molar. في هذه الحالة لم نذكر second molar and third molar. What about them؟ ماذا عن هذين السنين؟ غالبا الانتانات الناجمة أو infections الناجمة عن هذين السنين أو these two teeth يكون اتجاهها باتجاه اللينجوال أي اتجاه لساني. ماذا عن lower central incisors؟ lower central incisors غالبا تؤدي إلى swelling في submental or submandibular spaces. النقطة التي يجب أن أتحدث عنها هي ما يسمى sinus tract، سيكون لها موضوع طويل. sinus tract يمكن أن تسمى chronic apical abscess. طبعا sinus tract هو عبارة عن طريق للإنتانات من ذروة السن أو apex of the tooth to the skin. طبعا السينس تراكت يمكن ان تكون داخل فمويه ويمكن ان تكون خارج فمويه اعتمادا على موقع الابسس ايضا بالنسبه للعضلات، سنتحدث عنه لاحقا ان شاء الله. هذه الفتحه قد تكون مغلقه وقد تكون مفتوحه بحيث يمكننا ان ندخل فيها جاتابيركا ونصور، يسمى سينس تراكت تريسنج. فعند ادخال الجاتابيركا سايز 25 or 30 ضمن هذه السينس تراكت ضمن هذه القناه ونصور، فنجد أن ذروة البيب الجتابيرشا أو جتابيركا كون قد وصلت إلى ذروة السن المسبب لهذه المشكلة أو المكان المسبب لهذه المشكلة. المهم أن الساينس تراكت عندما تكون على جلد الوجه غالبا ستترك لدينا ما يسمى سكار أو ما يسمى في اللغة العربية ندبة. فعندما شفاء هذه بمجرد معالجة السن المصاب هذا التورم سوف يزول كما نشاهد في هذه الصورة، زال ولكنه سيترك ندبة معيبة موجودة على سطح الجلد، على حين أنه في الميكوسل تيشو أو داخل الفم لا نشاهد مثل هذه الندبات. أشكر لكم المتابعة، كان معكم دكتور مازن دوماني، السلام عليكم.